الحب صادق وناضج وواعي. ان ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي. اللي انا اقدر اقول لك دلوقتي، لو انا حبيت مثلا كذا مره فهي دي الحب الحقيقي، لان انا عشت معاها ايام بفترات بمواقف بمراحل. فلا طبعا كان حبكم باين وصوته عالي كده مسموع، وكان الانفصال راقي، كان محترم هادئ، ما كانش ليه صوت. زي ما بقول لك يعني، هي النهارده بقول لك هي الحب الحقيقي في حياتي، وافضل اقول كده على طول. خلي بالك مش دلوقتي بس، لان مش عايش اللي انا عايشته مع ياسمين. مش عايش. بصي انا واصل لمرحله ان انا ممكن اقول لك كلام تاخد عليها بعد كده، بس انا بقول لك الحقيقه، انا عشت معاها احلام حياتي. ممكن نقول عمرنا ما نحب كده تاني، عمرنا ما هنعيش اللي عشناه ده مره تانيه، بنحب تاني وبنعيش تاني. ليه قافلها كده؟ مش قافلها ومش بظلم نفسي، انا بقول لك الحقيقه. ده قصدي. لا مش بظلم نفسي، انا بقول لك الحقيقه. فلان مش عايش ال 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 انا عايش معاها ايام فيها 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 حب وفيها نجاح وفيها ازمات وفيها حروب وفيها 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 فيها مرض، فيها مرض وتعب، وكنت جنبها وكنت ظهر وسند، وهي كانت جنبي. مش انا بس اللي كنت جنبها، انا لما تعبت بعد ما طلقناها هي اللي جت وقفت معايا. في حد بيعمل كده؟ فهي بغض النظر ان هي النجمه الاهم في الوطن العربي، وانا بقول اهم مش من اهم، ها، بس هي الست دي عندي في حياتي حاجه كبيره جدا جدا. تعبك كان بسبب الانفصال؟ لا. كان ثقيل عليك؟ ايه؟ تعبك كان بسبب الانفصال؟ نفسيا اتأثرت، وانا ما اتكسفش اقول كده. لا طبعا مش حاجه تكسف. لا ما اتكسفش اقول كده، دي مالهاش علاقه بقى بجموديتي وانا جامد وبتاع ومش عارف ايه، ان شخص كان معاك طول الوقت. هي القدره على الحب بعمق وبصدق دي قوه رهيبه. بالظبط، فاهم قصدي؟ لكن لا طبعا دي قصه حب كبيره، مش 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 مش, مش عاديه، ولا ما كانتش وصلت للناس بالعمق ده. تمام، لو هي قصه حب عاديه ما توصلش للناس بالطريقه دي، عمرها ما توصل للناس. ما كل يوم اتنين بيحبوا بعض، وكل يوم نجوم بيتجوزوا. اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ عشان كان فيها حاجه الناس حسيتها. بس وانا محدش بيضحك على الناس. ما كانش الانفصال اللي يعمل اللي حصل، ما كانش قصه الحب تعمل القصه دي. تمام، فلا طبعا حصل ان قريب الايام اللي فاتت نزل فيديو لدخولك مكان هي كانت فيه. الفيديو كان تريندنج، ان الناس كلها بتركز هي بصت ازاي لما عودي دخل. لا احنا ما كنا تبناش، احنا ما تبناش. لا ما تبناش خالص، انا مشيت. هي غالبا لمحتك. لا ما حصلش. لا ما حصلش. الفيديو مش حقيقي. لا كل ده مش حقيقي. لا ما حصلش، ما تبناش اصلا. احنا ما تبناش. لا مش قصدي على خروج اسرار بيوت او حاجه خاصه او الكلام ده، بس هو سؤال بديهي، ايه اللي يخلي حب بالقوه والصدق والعمق ده ينتهي؟ ليه ينتهي؟ لا في فرق من ان الزواج ينتهي، في فرق من الحب ينتهي. مفيش حاجه اسمها كده، ولا تنسوا الفضل بينكم. ده انا لسه بقول لك الحب الحقيقي اللي في حياتي. تمام؟ لكن انتهاء الزواج ده مش فراق يا عوضي؟ ماشي، ما دي ده 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 دي بتبقى اقدار، دي بتبقى اقدار. لكن ده لا يعني ان هي تظل الاهم في حياتي. ما ايه علاقه ده؟ ليه مدخلين كله في بعض؟ عشان احنا من واحنا صغيرين اتعلمنا ان الناس لما بيحبوا بعض بيتجوزوا، لما بيتجوزوا الحب بيعيش للابد، او بيطلقوا فبيبقى الحب انتهى، وبيتجوزوا ناس تانية وبيعيشوا حياه تانية. ده بيبقى اسمه نصيب، ده نصيب. لكن احنا انفصلنا زي ما انت بتقولي كان راقي، على قد احترام الناس لينا، على قد احترامنا لنفسنا واحترام الناس لينا. الناس تشوف منك الحلو، تشوف منك السعاده، فتبقى قدوه في ان انت بتصدر طاقه حلوه. لما باجي امشي من حد بحبه بالشكل ده بقول لنفسي ايه عشان اعرف امشي وانا قويه كده وماسكه نفسي؟ ان كل حاجه قضاء وقدر، يعني مش محدش فينا قصر في حق التاني، محدش فينا كان وحش مع التاني. لا ما تحسبش كده. يعني انا السؤال اللي عمال احاول اقوله مش خسارة؟
ليه يعني ده بيبقى انا زي بقول لك ده بيبقى قضاء وقدر، ده بيبقى قضاء وقدر تمام. وانا حاطط لك بين قوسين لما سالتيني في بدايه الحب، قلت لك هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي. فاهم قصدي؟ مش بقلل من اي حد دخل حياتي، لا لا لا، كل اللي دخل حياتي انا بحترمه. ازاي اصلا ممكن حد تاني يدخل حياتك وانت بتقول كده؟ عشان انا بقول الحقيقه. انا بقول الحقيقه، ف بقول الحقيقه. انا ليه انا اقعد اجمل الكلام؟ انا بقول الحقيقه، انا بقول الحقيقه. لا طبعا انا بقول لك ده ما يقللش حتى من اي حد دخل حياتي. لا انا ما انا ما قلتش حاجه تسيء الى احد. انا بقول لك الحقيقه، الحب الحقيقي في حياتي. هل معنى كده انه حب مزيف اللي بقى دي؟ لا لا، ما قلتش كده تمام. بس ده حب انا حسيته من جوايا يعني. هو كل حب بيبقى صادق، كل تجربة بتبقى حقيقية. وشفت منها أجدع الحاجات وأحسن الحاجات وأفضل الحاجات وده. هي معروفة بالجدعنة طبعا. فعشان كده بقول لك ده أنا لا، ده هي تظل بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا في حياتي يعني.